مشاهدينا الكرام، أرحب فيكم بعد أسبوع كامل واشتياق في حلقة جديدة من برنامجكم المجلة السعودية، وخير بداية اللي هي التأمل اليومي. مشاهدين الكرام، مرحبا بكم من جديد. وتأمل الكتاب المقدس اليوم يقول: وأما فصل الكتاب الذي كان يقرأه كان هذا الحبشي كان يقرأ: مثل شاسق إلى الذبح ومثل خروف صامت أمام الذي يجزه، هكذا لم يفتح فاه في تواضعه وانتزع قضاءه، وجيله من يخبر به، لأن حياته تنتزع من الأرض. أعمال الرسل 8 الآيات 32-33. هذه الآيات المباركة اللي كان يقرأها الخصي الحبشي لما رجع لديرته من الحج في أورشليم، وأثناء رجوعه قابلوا الرسول فيلبس بالطريق. الآن أبغاك أنت تفكر وتتخيل أنك أنت مكان هذا الرجل الحبشي البار، وكنت تقرأ هذه الآيات من سفر أشعياء، من سفر أشعياء 53 الآيات 7-8، يعني العهد القديم. هل كان حيخطر على بالك أنه يتكلم عن الله المتجسد، عن المسيح؟ طبعا حتقول لي نعم طبعا، لأنك الآن عايش في عصر النعمة بعد الصليب والقيامة. ولكن لو كنت تعيش قبل المسيح، أو أنك تعيش الآن ولكنك ما تؤمن بالمسيح كرب ومخلص وإله شخصي لحياتك، هل حتصدق أن المقصود من هذه الآيات هو المسيح الله الظاهر بالجسد؟ طبعا حتقول لي طبعا يا دكتور خالد، لا مش المسيح هو المقصود. لكنك الآن أنت بتعرف أن المقصود من هذه الآيات هو المسيح الله الذي تجسد وصلب من أجلك، لأن نعمة المسيح غطتك. إيش بتسوي حيال هذا الحب الكبير من الله لك أنت شخصيا؟ أنا لو كنت مكانك لكنت حنجز من على الكرسي وبأعلى صوتي حصرخ وأقول هللويا مجدا لك يا رب، علشان علمتني أنك أنت يا رب إلهي وأنك تحبني، وكنت أكيد هحتفل بهذا الخبر الرائع. هل احتفلت أنت بهذا الخبر الرائع؟ طيب الآن هو الوقت المناسب عشان تشارك فرحتك هذه مع الآخرين، بعد ما تسوي شير لهذه المقطع مع أصحابك وأهلك، مع ذكر اختبارك بشكل بسيط. أكيد حتكون أنت سبب فرح لهم اليوم. إيش هو إحساسك بأنك تكون أنت سبب فرح أخوك أو أختك؟ والخلاص والفرح هو خطة الله لحياتك. بعد ما تشارك هذا الخبر المفرح، بإمكانك الآن تروح مع الأصحاب ومع الأهل إلى البحر أو مطعم علشان تحتفل بضمير صالح. افرحوا في الرب، لأن هذا يفرح قلب الرب، والرب يبارك الجميع. آمين. خليقة جديدة، أنا
في المسيح خليقة جديدة، الأشياء القديمة قد مضت والكل صار جديد. سيرة الماضي الأثيمة انمحت، صرت إنسان سعيد. الأشياء القديمة قد مضت والكل صار جديد. سيرة الماضي الأثيمة انمحت، صرت إنسان سعيد. سعادة الطفل في يوم عيده، خليقة جديدة جديدة جديدة، خليقة جديدة خليقة جديدة. أنا في المسيح خليقة جديدة، خليقة جديدة خليقة جديدة. أنا في المسيح خليقة جديدة. في المسيح خليقة جديدة، خليقة
جديدة خليقة جديدة أنا في المسيح خليقة جديدة الأشياء القديمة قد مضت والكل صار جديد سيرة الماضي الأثيمة انمحت صرت إنسان سعيد الأشياء القديمة قد مضت الكل صار جديد سيرة الماضي الأثيمة انمحت صرت إنسان سعيد سعادة الطفل في يوم عيدة خليقة جديدة 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 مشاهدينا الكرام أرحب بكم في قضية جديدة من قضايانا وقضية اليوم هي التوتر والعصبية سؤال يطرح نفسه أشكر أن الرب يسوع على شعبي ومعظم أفراده السعودي الحبيب لأنه بشوش ومبتسم ويحبون الفرح والطلوع للبحر والغناء والرقص والاستمتاع بالحياة خصوصا أهل الغربية ولكن لما واحد منهم يحب يتوب عن الغناء والمعاصي حسب تعبيرهم طبعا يصير مكشر وطول الوقت زعلان وما يتكلم إلا عن هادم اللذات وعذاب القبر والحنش وغيرها من قصص الرعب اللي تخوف العيال هذه واحد من أصحابي صار معه كده صار مطوع الرجال وبعدين راح أفغانستان علشان يجاهد وانقتل هناك مع أنه كان متزوج وعنده بنت يا جماعة الخير خلنا نفكر شوية بهذا الأمر هل الله خلقنا علشان نكون زعلانين ولا فرحانين إذا يبغانا نكون زعلانين ليش يخلق لنا أشياء تفرحنا ليش يخلق لنا الشجر والنخيل ليش يخلق لنا البحر والطبيعة وليش 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 ربنا يبغانا نكون فرحانين ربنا بالتأكيد خلقنا عشان نكون فرحانين ولكن بالمقابل ليش هناك في حزن وزعل ليش هناك في موت اللي يفرق الأحبة وليش 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 الجواب بسيط إنه الأشياء المحزنة هي سبب ابتعاد الإنسان عن الله والخطية هي اللي سببت الموت للإنسان ليش لأنه أجرة الخطية موت هذا روميا 6:23 لكن الفرح هو بسبب روح الله اسمع دي الآية افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا هم بعد افرحوا فيلبي 4:4 علشان كده لما الإنسان يحب يصير مطوع ويبتعد عن الله أكثر يصير حزين ومكشر هذا شيء طبيعي لأن روح الإنسان اللي هي أصلا نفخة من روح الله تشتاق أن تتصل بالله لأنها منه وليه لي سؤال أوجهه لك أنت عزيزي المشاهد وأنت عزيزتي المشاهدة كيف حيكون شعورك لو عرفت أن الله هو اللي يبغى يتقرب منك ومش العكس
هو اللي يحبك أكثر مما تحب أنت نفسك. هو يبغاك تكون فرحان دوما وناجح في حياتك. تعال اليوم الآن للمسيح، مصدر كل خير وفرح، وما تكون إلا فرحان بالمسيح يسوع الناصر. آمين. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم. أكبر مشكلة تواجهنا وتواجه العالم اليوم وكل يوم هي نظرة كل واحد منا للآخر. نظرة سببت شرخ كبير في علاقاتنا الإنسانية مع بعضنا البعض، لأني من خلال نظرتي لك بيكون تعاملي معك. فإذا كنت أنظر لك باعتبارك أخ وشريك في الحياة، فبيكون تعاملي معك تعامل الإخوة. أما إذا كنت أنظر لك باعتبارك عدو لدود، فأكيد بيكون تعاملي معاك تعامل الأعداء. فنظرة تعيشنا في حب وسلام، وثاني تعيشنا في حرب وخصام. ولله دور أساسي ومهم في تحديد كل نظرة وانعكاسها على حياتنا في الأرض. فكل إنسان ومن خلال تعاملاته مع الآخرين يعتبر ممثل شخصي لإلهه اللي يعبده، وكل واحد فينا يأثر في دائرته بحسب تأثير الله فيه. ولكل دين تأثير واضح على شعبه ومجتمعه وكل العالم حوله. وبحسب هذا التأثير، سلبي كان أو إيجابي، يمكن وبكل سهولة اكتشاف ثمر معرفتنا بإلهنا. فهاليوم عرفناه عم الخير وتقارب الناس وانتشر السلام، أو صاد الشر وعمت الحروب وسفكت الدماء. فمن خلال نظرتك لغيرك أقدر أقول لك من إلهك. فهل تنظر لغيرك على أنه أخ وشريك لك في الحياة، أو تشترط عليه يكون على نفس دينك ومعتقدك عشان ينول هذا الشرف الرفيع ويسلم هو وأهل بيته من حد سيفك؟ هل الآخر كافر عدو لله، دمه وماله وعرضه حلال، لا يملك نفسه ولا حريته وانت واصي من الله عليه وعلى حياته؟ أو هو حر في نفسه وماله وتفكيره؟ عندما خلق الله آدم وحواء، خلق لهم الأرض مسكن لهم، وأوصاهم وقال لهم اثمروا واكثروا واملؤوا الأرض واخضعوها. وكانت إرادته أن تنتشر الذرية وتعمر الأرض ويعم السلام. عشان كذا حرص الله على بناء علاقة قوية تربطنا إحنا البشر ببعضنا كشركاء في نفس المهمة ونفس الأهداف. لذلك ركزت تعاليم السيد المسيح على بناء علاقات قوية معاه ومع أنفسنا ومع الناس من حولنا، لأن كلنا شركاء في الأرض والحياة، ولكل منا واجب مقدس تجاه الآخر. فكانت أول الوصايا وأعظمها عند الله أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. هذه الوصية الأولى، والثانية مثلها، تحب قريبك كنفسك. ليس وصية أخرى أعظم من هاتين. والمقصود بقريبك في المفهوم المسيحي هو كل إنسان غيرك أنت، يعني كل الناس، البعيد والقريب، المسيحي والغير مسيحي، المرأة والرجل، حبيبك أو عدوك، اللي تعرفه واللي ما تعرفه، من دمك أو غريب عنك، زميلك أو جارك،
جارك السابع أو حتى جارك المية. يعني في المسيحية كل الناس أهلك وأخوانك، والعلاقة ما يحددها قرب أو دم أو تشابه أو معتقد أو دين، فكل الناس أخوة طالعين من نفس البيت ولهم نفس الإله. ما في شيء اسمه أخوك المسيحي أو المسيحي للمسيحي كالبنيان يشد بعضه بعضا، فكل الناس أخوة، كل الناس أقرباء، وحتى لو كنت في نزاع مع أحد فهم يعتبر أخوك وله حق عليك أنك تحبه وتباركه وتصلي من أجله وتتواضع له وتكون صادق وأمين معاه، تسامحه وتغفر له كل زلاته وتهتم بحياته وتقدمه حتى على نفسك وتحبه وتحب كل الناس. لا تخاصم ولا تكره ولا ترفض ولا تقتل ولا تسلب ولا تكفر، وحتى كلمة صغيرة إذا بتزعل أحد إخوانك منك فبلاه، لأنهم إخوانك اللي المسيح حبهم مثل ما حبك وفداهم مثل ما فداك، وكذا بس تكون ابن حقيقي لأبوك السماوي، تنشر السلام وتكون أخ محب لإخوانك. ودائما تذكر كلام المسيح لنا: أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأبرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. هذا هو قانون المسيح في التعامل مع الآخرين، وبكذا أوصانا كبشر أن نحب بعضنا بعض وبنفس المحبة وتنفيذ لوصية السيد المسيح. أدعوك أخي، أدعوك اليوم تتعرف عليه وعلى تعاليمه وتقبل عطاياه ونعمته، فتخلص أنت وأهل بيتك. فالله بيسألني عنك مثل ما سأل قابيل عن أخوه وقال له: أين قابيل؟ أين هابيل أخوك؟ أتمنى من الله أن يملأ قلوبكم محبة للآخرين، محبة تطرد الكره والشر والحقد، محبة تكون لكم نور وحياة، محبة تغير حياتكم، محبة تهزكم من الداخل، وبالمحبة ألقاكم. الأسبوع الجاي على خير وفي أمان الله. أحبتي في المسيح، وصلنا الآن للعمل الحقيقي اللي هو ذروة هذا العمل كله للتبشيري، اللي هو الاختبارات. فنسمع هذا اليوم، وصلنا اختبار من الأخ أبو ألف من اليمن، يقول، وهو خادم الرب، أمين، يقول: أنا من أسرة مسلمة، كنت وأسرة ملتزمة ومتشددة بالإسلام، وكانوا يحفظون القرآن وحنا أطفال، وكنت مرعوب من هذا الإله الذي يترصدني لحرقي، مما جعلني آلة يتحكم بها حتى وصلت سن 16. كنت أقرأ ولكني لم أكن أشعر بخوف من الله، ولم أجد روح الله حاضرة، لم أشعر بها في كلامه. وهل الله كل كلامه قتل وجهاد؟ وهل هو ضعيف، له أعداء يجب أن أقاتل أعداءه؟ كلامك منطقي، وكيف خلقنا لنقتل ونحصل على جنته؟ وهل الغاية من جنته هي الخمر والنساء، حور عين وغلمان؟ ومن يحب السلام ويكره القتل يحرق بالنار. فتحولت إلى الإلحاد والكفر من عام 90 إلى عام 2003. بعدها بدأت أفكر: هل يعقل أن هذا الكون بدون إله؟ كيف يكون هذا الإله؟ هل محب أو مترصد؟
وفي عام 2003 كنت أبحث عن الأخبار في الراديو وفجأة فتحت على إذاعة كانت تردد كلام لأفهم بوضوح. استمرت أسمعها وهو يتكلم عن المحبة، يتكلم عن الرب يسوع، يقول أحبوا أعدائكم، باركوا لعينكم. ثم بدأ يشرح النص ويتكلم عن الرب يسوع والمحبة وأنه محبة لنا وأن الله محبة، وفي النهاية قال صوت الغفران، وشعرت براحة نفسية رغم أني ما أفهم كلامه كله، لكني شعرت ببعض السلام وبدأت أسمعها كلما وجدت فرصة لحال. بدأت أسمع هذه الإذاعة كلما لقيت فرصة حتى عام 2010. كنت في ضيق شديد، كان عندي مصيبة كبيرة، فنمت مهموم ورأيت في منامي طائر من نور يأتي من السماء ناحيتي، وكلما اقترب زاد النور، فلما اقترب ظهر لي أنه نور بهيئة إنسان، ولكن مش إنسان، ومد يده إلي وقال أنت ابني المحبوب، تعال إلي أريحك، أنا الرب إلهك، أنا يسوع المسيح فديتك. فبدأت أستمع إلى الآيات في هذه الإذاعة بانتظام وأشعر بسعادة، ثم شعرت بحياتي تتغير. مين؟ أشعر بحب الناس، أشعر بالسلام واطمئنان، أدعو ربي فأشعر أنه بجواري، فأمنت به. وبعدها بدأت رحلة القلق والاضطراب للبحث عن إخوة مؤمنين، فكنت أحزن أني منفرد ولا أعرف استخدام النت. عام كامل مريت خلاله بالتجارب حتى تثبت إيمان بقلبي. المجد له، فما زالت اختباراته تقويني والروح يشجعني. آمين آمين. هذا الاختبار اختبار رائع يا أخي من اليمن أبو ألف الخادم، فعلا متطور روحيا. كل الاختبار يبين أنه أنا ما لي فضل، الرجال بيقول أنا ما لي فضل، هذا كله عمل المسيح. فهذا الاختبار من أوله لآخره يمجد عمل المسيح في حياته، وهذا هو الاختبار الحقيقي، الاختبار الحقيقي اللي يرجع الفضل للمسيح. أنا ليش غيرت؟ لأن ليش غيرت وليش تركت دين آبائي وأجدادي وصرت مسيحي؟ لأنه المسيح غيرني. فآمين آمين، الرب يباركك ويستخدمك لخلاص النفوس اللي حيحطها الرب بطريقك، وتكون انت بركة لأهل بيتك وقبيلتك كل من يلاقيك. والآن وصلنا إلى ختام هذه الفقرة وختام هذه الحلقة من المجلة السعودية، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم، إلى اللقاء.